وفضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف. السؤال: أليس من أصول الإمام أحمد رحمه الله التي قد درسناها أنه إذا لم يوجد في المسألة دليل إلا حديثاً ضعيفاً فإنه يستدل به على هذه المسألة؟ الظاهر أنه كاتبنا السؤال قبل يسمع آخر الكلام. سمعت أن مراد أحمد بالحديث الضعيف الحديث الحسن، الحديث الحسن، ما هو بقصده الضعيف الذي هو دون الحسن. بهذا يزول الإشكال. نعم.